وغادي تجربوها وغادي تجيو كيف العاده وتكتبوا لي في لي كومونتير. شكرا لبنات كاملين، انتي وانتي 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 كاملين 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 اللي كتجربوا الوصفات وكيجيبوا معاكم نتيجه وكتكسبوا شهاده حق. شكرا لكم من كل قلبي يا البنات، لانكم غاليات 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 وكتستاهلوا المصداقيه. ما شاء الله واحد الرائحه، اش غادي نقول لكم البنات، رائعه 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 رائعه. كتحسي بواحد النغزه في الفروه ديال الراس، هذيك النغزه اللي كتحسي بها فروه الراس كتروح كتعطيكم في النتيجه ما شاء الله. يعني الشعر ديالكم غادي ينبت من الجدر ديالو، الزغبه كتنبت من الجدر ما شاء الله. البلاصه اللي كتنوض فيها زغبه غتنوض فيها ثلاثه اربعه الزغبات في بلاصه واحده. سلام الغاليات على قلبي، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى شعرا تكونوا بخميرين وعلى خير ان شاء الله. اللي كتشوف لا فيديو ديالي لاول مره، ديري لاختك واحد لايك 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 هذيك البصمه اللي كاينه تحت لا فيديو، اشتركي في القناه وفعلي داك الجرس. ضروري ما تفعلي داك الجرس، لانه الا ما فعلتيش ما غاديش يوصلك لي فيديو ديالي. خاصك تفعلي داك الجرس يكون عنده واحد جوج شريطات الفوق، باش اي فيديو ان شاء الله حطيته في القناه يوصلك انت الاولى. غنشارك معكم البنات وصفه من اروع ما يكون، مكون واحد، مكون واحد غادي تاخديه من عند العطار، غادي يخلي لك الشعر تبارك الله هكا كينغول بالكثافه، ما غتلقايش حس الفراغ نهائيا في الشعر ديالك. البنات غادي نقول لكم واحد الحاجه، بان الشعر راه ماشي هو الطول، الطول راه ما كاينش شي بنت في العالم او رجل في العالم ما كيطواش ليه الشعر ديالو، راه كلشي نساء رجال كلشي كيطوال عندهم الشعر ديالو. المشكل فين؟ المشكل في الشعر، ما كتلقايهش قوي وكثيف، والزغبه ما نايضاش على الصح، يعني فاش كتخشي يديك هنا ما كتلقايش الشعر نهائيا، كتلقاي غير الشعر طويل وصافي. فاش كتجمعو كتلقايه غير قد بحال هكا، غير قد شويه ديال الشعر، يعني ما نايضش على الصح، عند الفراغات في الشعر، الشعر ديالها دائما كيطيح. يعني بغيت نوصل لكم واحد المعلومه، ان الطول راه ماشي هو كل شيء، خاص الشعر يتعالج من الداخل. الزغبه تنوض قويه وصحيحه، والبلاصه اللي غتنوض فيها زغبه واحده غادي تنوض فيها عشرات الزغبات ما شاء الله. هذا المكون كيعزز نمو الشعر بواحد الطريقه اللي صحيه ما شاء الله، يعني الشعر كينوض من الجذر ديالو قوي ما شاء الله، والزغبه صحيحه يعني نايضه على الصح، يعني ما غاديش تساقط نهائيا. وإلا عندك مشكل ديال التساقط غادي تحدوا للابد، زائد تكثيف وتقويه الشعر وملء الفراغات. الناس اللي عندهم صلع في الامام بالخصوص يا البنات، وغادي تجربوها وغادي ترحموني وغادي تشكروني على هذه الوصفه اللي عطيتكم، لان عطيتها لكم من القلب الكبير ما شاء الله. الروعه الروعه الروعه، ما غاديش نطول عليكم بزاف، غادي تشدوا هذا المكون وغادي تدخلوا تبحثوا عليه وغادي تشوفوا المعلومات كامله باش تزيدوا تستافدوا اكثر واكثر واكثر. اذا البنات ما غاديش نطول عليكم، بغيتكم توصلوا لي هاد لا فيديو لاكبر عدد ديال لي لايك باش يوصل لاكبر عدد ديال الناس. اذا ما نطولش عليكم ونخليكم ان شاء الله مع مكونات الوصفه زائد طريقه التطبيق. غادي نعطيكم ان شاء الله جوج ديال الطرق، جوج ديال الطرق، خليكم معايا حتى لاخر الفيديو باش تشوفوا كل شيء ان شاء الله. المكون الرئيسي ان شاء الله ديالنا هو الزنجبيل. كيف ما كتعرفوا الفوائد ديال الزنجبيل ما شاء الله للشعر، كيقلل تساقط الشعر، كيقوي جذور الشعر خصوصا فروه الراس، كيمنح الشعور واحد الرائحه اللي خياليه ما شاء الله. الناس اللي عندهم القشره ديال الراس كيزيد من نمو الشعر بسرعه خياليه، كيقلل من جفاف الشعر، كيمنع دوك التكتلات الدهنيه اللي كتكون في الفروه ديال الراس ما شاء الله. غادي ناخذ واحد القدر ديال الزنجبيل وغادي نحكو في الحكاكه اللي كتكون رقيقه، من بعد غادي نصفيه في واحد الزيف ديال الحياتي او ليبا ولا صفايه عاديه، غادي نستخرج هذاك الماء ديال الزنجبيل. وبالنسبه للبقايا اللي غادي تبقى لي البنات، انا ما غاديش نرميها، فانا غادي نصوب معكم واحد الطريقه اللي كتباع باثمنه خياليه. غادي نديروه، غادي نزيدوه في شامبوان، اي شامبو عندكم كتستعملوه الشعر ديالكم، غادي نزيد معاه هاد البقايا ديال الزنجبيل ما شاء الله. البنات يعني الزنجبيل راه كيخدموا به ماركات عالميه وكيخدموا به لي برودوي ديالهم بحال هكا لي شامبوان. غادي نوريكم واحد الشامبوان اللي عندي انا واخداه بواحد الثمن لي خيالي البنات، يعني غيكونوا البنات كيعرفوها، هو البنات يعني دايرين فيه الزنجبيل الوسط هذا، تيقول لك بان تيحد من التساقط وداك الشيء. وبالنسبه للمحلول ان شاء الله غادي ديروه في واحد القريعه، انا درته في موش بيبي قديمه عندي ديال ولدي، ولكن ما نستعملهاش، غادي تسهل عليا ان شاء الله. وخليكم معايا البنات حتى الاخر ديال الفيديو باش نعطيكم ان شاء الله طريقه الاستعمال ديال هذا المحلول بإذن. مهم بالنسبه لطريقه الاستعمال ان شاء الله، غادي تحاولي انك تمشطي الشعر ديالك مزيان مزيان مزيان. انا البنات انا يلاه مشطه الشعر ديالي،
وغادي تحاولي تفرقي الشعر ديالك هكا على زوج، غادي تشوفي الشعر ديالك البلاصه اللي انت كتحسي بها فيها الفراغات او خاويه او كيطيح منها الشعر بزاف بزاف، هي اللي غتركزي عليها اكثر اكثر. مهم، غادي ناخد بحال هكا باش تجيكم القضيه سهله. وغادي نجي مثلا اغلبيه ديال البنات البلاصه هذه هنا كتكون خاويه بزاف، هذه البلاصه الاغلبيه عند الرجال والنساء، وهنايا في الامام اغلبيه الناس. المهم شنو غادي نديرو، غادي تجيبي هذا المحلول وغادي تجي وغادي تديري بحال هكا، ها انتم تغيب شويه وغتبقاي تحكي، ما شاء الله واحد الرائحه اش غادي نقول لكم البنات، رائعه 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 رائعه. بحال هكا البلاصه اللي كتحسي بها غير شويه بحال هكا، ها انتما غتحاولي تدخلي المحلول للفروه ديال الراس ديالك مزيان هكا كما كتشوفوا، ها انتما شويه بشويه باش كتسهل معكم القضيه. الا ما عندكمش بحال هكا كيف ما قلت لكم، غادي ديري غير القطن غير القطن، وتبقي طبطبي على البلاصه اللي عندك فيها الصلع والبلاصه اللي عندك ما كينبتش فيها الشعر نهائيا. ها انتما بحال راه غادي تحسوا البنات بواحد النغزه، البلاصه اللي غتحطي فيها المحلول غتحسي بواحد النغزه ما شاء الله. اي بلاصه نغزاتك في الفروه ديال الراس كوني اكيده ان هذيك البلاصه غادي ينوضوا فيها الشعر بواحد الطريقه جنونيه ما شاء الله، بهذا المحلول السحري ما شاء الله. ها انتما كتبقاي بهذه الطريقه بحال هكا، اي بلاصه عندك هنا بحال هكا، هذه البلاصه هنا الامام، امام اغلبيه البنات، ها انتما بحال هكا، وكتحاولي انك تدخلي المحلول الفروه ديال الراس وانت بحال هكا كتحكي غير بيديك بحال هكا بحال هكا، مزيان مزيان. انا غادي نكمل فروه الراس، غتبقاو بهالطريقه بحال هكا وانت كتغلغلي المحلول في الشعر ديالك بحال هكا، فهمتي فروه ديال الراس مزيان مزيان، فهمتي بحال هكا غلغلي المحلول في الراس ديالك بحال هكا مزيان مزيان. من بعد شنو غادي دير؟ غادي تجي غير بالصبيعات ديالك، غير بالصبيعات ديالك ماشي بالضفار ديالك، غير بالصبيعات ديالك، وكتجي لهاد البلاصه اي بلاصه عندك فيها صلعيه او عندك فيها الشعر كيتساقط، كتجي وكتبقاي ديري بحال هكا. ها انتما غير بشويه غير بشويه، وانتي كدلكي في الفروه ديال الراس ديالك مزيان مزيان بهذه الطريقه بحال هكا، الشعر ديالك كامل الفروه ديال الراس ديالك كامله، كديري واحد الحركات دائريه بحال هكا، تتحسي بالمحلول الفروه ديال الراس شربات مزيان مزيان. مهم البنات صافي كنكملوا بهذه الطريقه، البنات من بعد راه غادي نغزكم الشعر ديالكم، غادي تحسوا بالفروه ديال الراس كتحرك كتحرك وفيها واحد السخونيه، فيها واحد النغزه فيها، ما تخافوش البنات راه كتعطيكم في النتيجه ما شاء الله، يعني الشعر ديالكم غادي ينبت من الجذر ديالو، الزغبه كتنبت من الجذر ما شاء الله. بالنسبه لطريقه الاستعمال ان شاء الله غادي تطبقيه في الشعر ديالك من مره حتى لزوج مرات في الاسبوع، غادي تطبقيه في الشعر ديالك لمده ساعه لمده 60 دقيقه، كتغسلي الشعر ديالك صافي، غادي تبقي تعاوديها مره في كل اسبوع او زوج مرات في الاسبوع ما شاء الله يا البنات، لمده شهر لمده شهر، واجي وتفكروني ما شاء الله غادي تهني ولي الابد من هذه المشاكل كامله ما شاء الله، من اروع ما يكون البلاصه اللي عندك فيها الصلع غادي تنبت بواحد الطريقه اللي خياليه من بعد شهر البنات، شهر شهر كنعطيكم شهر البنات الى داومتوا عليها، واجيو تفكروني من اروع ما يكون. اذا البنات اش غادي نقول لكم؟ ما سخيتش بكم، وغادي نقول لكم ان شاء الله راه جاي المزيد والمزيد والمزيد باذن الله، ما كنسخاش بكم البنات والله ما كنسخى بكم، وجميع الوصفات ان شاء الله راه غادي نحطها لكم وحده مورا وحده باذن الله. اش غادي نقول لكم البنات؟ ما سخيتش بكم، وغادي نقول لكم ان شاء الله في لا فيديو الجاي.